أعلن رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي حل حكومة وبرلمان إقليم كاتالونيا والترتيب لإجراء انتخابات جديدة في ديسمبر كانون الأول القادم. وأفادت تقارير إعلامية أن النائب العام الإسباني وجه تهمة التمرد لرئيس حكومة إقليم كاتالونيا كارلوس بوغديمونت بعد إعلان برلمان الإقليم الانفصال عن إسبانيا. في تلك الأثناء أقر مجلس الشيوخ الإسباني تطبيق المادة 155 من الدستور والتي تسمح للحكومة المركزية تعليق نظام الحكم الذاتي الذي تتمتع به كاتالونيا، ويسمح تفعيل هذه المادة للحكومة الإسبانية بالسيطرة المباشرة على شرطة الإقليم وعزل حكومته وبرلمانه إلى حين إجراء انتخابات جديدة. وكان رئيس حكومة كاتالونيا قد تراجع عن تنظيم انتخابات محلية مبكرة وعرض على الحكومة الإسبانية الحوار من أجل تفادي تعليق الحكم الذاتي في كاتالونيا. يعيش الإسبان أوقاتا صعبة وحزينة بسبب من فرضوا أنفسهم بدون مبرر فوق القانون وقوضوا أسس الديمقراطية في كاتالونيا دون أدنى اعتبار للمصلحة العامة أو لحقوق الأغلبية ودون مراعاة للأضرار التي أحدثوها. لقد بدأت الحكومة في تنفيذ الإجراءات اللازمة للرد على قرارات تسعى لفرض الأمر الواقع عبر اختطاف حقوق أغلبية شعب كاتالونيا وسرقة جزء من أراضي إسبانيا. أثناء اجتماعنا العادي اليوم اتفق المجلس الحكومي على اللجوء إلى المحكمة الدستورية لتنفيذ قرار إبطال القرارات التي تبناها برلمان كاتالونيا. حناجرهم تصدح بالنشيد الوطني الكاتالوني في لحظة تاريخية. برلمان إقليم كاتالونيا يعلن استقلال الإقليم عن إسبانيا بأغلبية 70 صوتا من أصل 135 في جلسة غاب عنها معظم نواب المعارضة أمام مقر البرلمان في برشلونة. عشرات الآلاف من الكاتالونيين يحتفلون بقيام جمهوريتهم. ومن على شرفة البرلمان رئيس حكومة الإقليم كارلوس بوغديمون يدعو الشعب الكتالوني إلى العمل من أجل بناء الدولة الوليدة. اليوم اتخذ النواب في البرلمان المنتخب شرعيا قرارا لطالما كافحنا من أجل تحقيقه. يجب علينا جميعا الآن العمل للحفاظ على بلدنا وأمننا وكرامتنا. دقائق بعد إعلان الإقليم الاستقلال عن إسبانيا، مجلس الشيوخ الإسباني يفوض الحكومة المركزية بقيادة رئيس الوزراء ماريانو راخوي بفرض الحكم المباشر على الإقليم المتمرد. يعقد راخوي اجتماعا لحكومته لبحث الإجراءات المقبلة، إجراءات تتيح لمدريد السيطرة المباشرة على الإقليم والإطاحة بحكومته والإشراف المباشر على قوات الشرطة. إسبانيا دولة عظيمة ولن تتسامح مع أقلية تسعى للانقلاب على الدستور والمؤسسات. يطوي الكتالونيون صفحة جديدة في تاريخ نضالهم من أجل الاستقلال ويتركون الباب مشرعا أمام سيناريوهات قد تكون كارثية. فالاستقلال يبقى محكوما باعتراف دولي يبدو مستبعدا ومهددا بإجراءات قاسية من قبل مدريد تجرد الإقليم من امتيازاته في أسوأ أزمة سياسية تشهدها إسبانيا خلال 4 عقود.